بسم الله تبارك الله، واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا فيكم في قناة أمال إعلام. حلقتنا اليوم حتكون طريقة عمل البراد. ننتقل للطريقة. في البداية حنحتاج لتر من المية، وحنضيف عليها كاسة ونص من السكر، ومعلقتين كبار من النشا، وتلت كاسة من عصير الليمون. وبالنسبة للمنكهات طبعا عندنا احنا روح البراد، طبعا ما منكتر منه، تقريبا منحط نقطتين او يعني اشي قليل من المنكه عشان ما يدينا مرار. وفي البلاد اللي مش موجود فيها روح البراد بيقدر يحط الفانيلا او ماء الورد او اي نكهات اذا موجود عندهم. وهلا بالنسبة للصبغة عشان تدينا اللون الاصفر اللي هو لون الليمون، طبعا منحط كمية قليلة، ولو لقيناه بده كمان منحط طبعا بطرف المعلقة، منحاول ما نكتر لأنه اللون بيصبغ كتير. ومنضيف معلقتين كبار من الحليب، وطبعا لو مش موجود عندك الجهاز بتقدر تعملي على خفقية الإيد. طبعا هيك منكون حطينا كل المكونات لعمل البراد. هلأ حنخفقهم على الجهاز خفق طبعا كويس لبين ما نحس ان كل المواد اللي احنا حطيناها اندمجت مع بعض. طبعا بعد هيك منحطه في اناء بحيث يكون مغطى، ومنوضعه في التلاجة لمدة 4 أو 5 ساعات. هلأ طبعا بعد 4 ساعات منحاول نحركه اما بالخفاء اليدوية او على الجهاز المولينكس، بس طبعا لما نعمل على الجهاز بيكون افضل، بيدينا مطة البراد او المقطع اللي بتبقى في البراد. طبعا حنخفقه ونعود رجعه تاني على الفريزر. فطبعا هنا حنحطه تاني بالفريزر ونخفقه كمان مرة. لما تخفقيه عدة مرات حيديكي طبعا المطة هاي اللي بتبقى في البراد وما بيكون عندك مكتل. طبعا هنا بعد 4 ساعات من الفريزر وكان بالفريزر صار معنا هنا تلج. حنحاول لو انت ما عندك بدكيش الجهاز او ما في كهرباء بتحاولي تفكفكي البراد طبعا زي ما انت شايفة، او بتدقيه بتحاولي تدقي فيه دق عشان يديكي المطة والليونة اللي بتبقى في البراد. طبعا احنا هنا بعد ما نحاول نفكفك طبعا البراد من التلج مع بعض حنحاول نحطه تاني بالجهاز، حنخفقه تاني خفق كويس. طبعا بالنسبة احنا لو ما بدنا نعمل بالجهاز مع طريقة الدق طبعا لا البراد او الخفق بالخفاقة اليدوية بنقدر نستخدمه بدون ما ينحط طبعا بالجهاز. هنا طبعا باعتبار انه انتهى ممكن يكون نستخدمه وناخد منه ونقدم له ونقدمه. طبعا هيك بنكون احنا لو ما بدنا نعمله بالجهاز بكون انتهينا. شايفين كيف المطة؟ بس طبعا لو نعمل على الجهاز حيديك المطة اكتر. طبعا حنعمل احنا كمية منه ونسيب الباقي نرجعه تاني على الفريزر، وبعد ساعتين نطلعه ونحاول نخفقه بالجهاز ونفرجيكم ايش الفرق بين ما يكون نعمل على اليدوي او نعمل على الجهاز. طبعا هنا كمان بعد ساعتين زي ما انتم شايفين هو طالما جمد معنا خلص بيضلوا جامد، هنخفقه هالقيتة على الجهاز. طبعا زي ما انتم شايفين وهو في الجهاز حنحاول نحرك قليل، نطفي طبعا الجهاز ونحاول نحرك كويس عشان كل البراد المكون معنا يحاول ينخلط مع بعض، وكل ما احنا خفقناه كويس بالجهاز حيدينا السمك اللي بيكون في البراد زي في المحلات. طبعا ان شاء الله في حلقات تانية حنعمل لكم طبعا بالفواكه اللي مش موجود عندهم ريحة البراد او اي نكهات طبعا هيك، بس بنقدر احنا نعمل بدون اي يعني لو مش موجودة نكهة ريحة البراد بنقدر نعمل بالفانيلا او ماء الورد.
وطبعا هاي اخر مرحله للبراد. طبعا بهيك شايفين ما شاء الله كل ما خفقتي اكثر كل ما اداك المطه نفس البراد اللي بيبقى في السواق. طبعا بتقدري من خلال هذه الحلقات تعملي لك مشروع بيكون صغير وبتقدري كل المكونات موجوده عندك بالبيت. وطبعا حديكم ملاحظة انه بالنسبة للمحلات في مادة بيستخدموها هي مادة القوقار. طبعا هاي المادة بتساعد على انه يديكي المطة اللي احنا قعدنا نخفق كذا مرة لما وصلنا لهاي المطة. فطبعا مادة القوقار بتديك المطة طبعا بسرعة بدون اي ما تخفقي كتير. ولكن الافضل احنا نعمله نخفقه كذا مرة بيدينا هاي المطة زي ما احنا بدنا. لكن اللي بده يكون عنده يعمل مشروع بيقدر يجيب مادة القوقار. طبعا هي رخيصة ومش غالية. ايه طبعا احنا بهيك منكون انتهينا من حلقة اليوم. وان شاء الله يا رب الحلقة تكون نالت اعجابكم. ويا ريت ما تنسونا باللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.